clash in the United States for multiple pregnancies. Studies show that without the morbidity of the twins. Yani, in cervix with twins, management will be. Injection? Unfortunately, there is no such treatment available to decrease the rate of preterm birth in twins with short cervix. It's expectant management. Yes, sir. بس انا بقول لحضرتك ان نمشي اكوريزم ان انا مش هعمل سيركولاش واعمل قاعده سيركولاش لكل حاله كل حاجه ليها مانجمنت والسيركولاش ليه انديكيشنز اي مكان في العالم مش لازم امريكا هتلاقي ناس ولد وناس تجنس سيركولاش ودول معتدين قوي برايهم ودول معتدين قوي برايهم ودول بينتقدوا في دول ودول بينتقدوا في دول I really appreciate expert opinion from your patients بس انت مش ممكن هتلاقي سيركولاش لكل العيانين وهيمشي كلهم يدوك نفس النتائج مستحيل مستحيل حط انت باك اوف يور مايند ان وانس از اتس انترنال اس از اوبند مينز ذا ان اميوتيك ميمبرين ويل بي ان كونتاكت وذ فاجينال فلورا سام هاو ات سام بوينت ذيس بكتيريا ان ذا اميوتيك فلورا هتديكلير ات سيلف وين باي مينز اوف كونتراكشنز اي دونت نو بالون تبوش سنين بقى وحط عينك انت في الليفر واعمل
using pieces في بعض الاحيان عشان اعمل امن ريدكشن اخلي الممبرين ريدندر واخد السيركلاج. I'm not against circulage. بس العينه has no contraction at all والسيركس obviously opened وعملت امن سينثيز السبايك بيفور وتاكدت ان مفيش جلوكوز مش كونسيومد باي از نيجاتيف فمفيش انترميديت انفكشن وببعت كلتشر عشان بعد اسبوع لو جالها كونتراكشنز تبقى عارف ان كان في بكتيريا قبل كده هتبقى هي السبب في الانترميديت انفكشن اللي عمل انيشيشن للبيوتراين وده انا اعتقد ان ماي ديكشنري سيز نوت ا سوفيستيكيتد ثينج ان كلنا more or less have similar IQ طالما وصلنا لمرحله في حياتنا ان احنا physicians just question اسال نفسي هل انا بعمل ده ليه؟ ده اسمه emergency circulation عندها circulation قبل كده اسمه prophylactic circulation في ultrasound based circulation في ultrasound based circulation guidelines موجوده في كل حته معذره اتكلم في اللي انا المفروض اتكلم فيه وبعد كده لو اتكلمت obstetrics هنسال قلنا the purpose of prenatal diagnosis. طيب كل الفوكس بتبقى على دي interesting وما اعتقدش ان احنا هنختلف فيها او هنتجادل فيها إيه عشان ال 21.53% of the prevalence of chromosomal abnormalities وبعديه بعد كده 18-13 الترنر بقت it's a good media for inventing more tests for screening and diagnosis. طيب مين عندها ريسك ان في تلقى بولي؟ الادانس الباترنال والترم ده برضه اختلفوا عليه عشان في بعض الناس بيحسوا ان هم انسلتد لما بتقول لهم ال AMA انها ليبو يعني 35 سنه و AMA ده عادي دلوقتي مع السيفيلايزيشن بس هو الريسك بتزيد قوي بعد 40 years بعد 44 years old, the risk is very high. لو عندها previous child with Down syndrome, لازم نتأكد ان هو الـ cut off point 35 سنة. نعم، تفضل. حسب الدستورشن للإكس تزيد واحد من تزيد ده طبعا أساسي بس ده متنى البراكوز جروب مين؟ كده؟ المايوتيك أريست يعني إيه ده بقى؟ يورين يوبوبيليشن إيه الأوساس دي بتتكون إيه؟ إيه صح؟ إيه يعني every single woman is born with a fixed number of oocytes. صح ده؟ الفيج قبل ميوزيس 1 وكل شهر في ميوزيس 1 بيطلع اوسايت جاسبرم الاوسايت بيكمل الميوزيس 2 ويطلع السكند بولر بادي ويحصل بريجننسي ما حصلش بريجننسي بيطلع السكند بولر بادي والايج بتروح في الهواء صح كده؟ طيب اللي عندها 40 سنه الاوسايت بتاعتها سسبندد في الميوزيس 1 من قد ايه؟ من ايام ما كانت هي نيوترون. والتايم بتاعها دلوقتي انها تطلع. فبتطلع ولما بيحصل سيجريجيشن بتاخد واحد كروموزوم 21 بدل ما تاخد واحد تاخد اثنين. هيحصل امتى؟ سبحان الله. سبحان الله لان ده راندم بس بتزيد. ممكن يكون حصل كتير جدا في الفترات ما بين الحمل. ممكن يكون حصل في الفترات ما بين اللاكتيشن. انا بدي ريسك يعني فوق ال 44 سنه مثلا انا هاجي هتبقى الريسك تقريبا 1 على 20 1 على 20 دي يعني ايه؟ يعني انا اقول للعيانه فرصتك 1 على 20 1 على 20 يعني كل 105؟ لا 1 على 20 لا مش 1 1 على 20 تبقى كام؟ 5% طب 1 على 100 تبقى سوري 1 على 100 تبقى 1% يعني ايه؟ انا هقول للعيانه لا احنا مش على فكره بصوا انا في ناس تقريبا تعرفني انا فيري كونفرنتيشن
وهو عامل لي مشاكل كتير، بس الحمد لله ده بيسيف ماي باك لان انا ما عنديش مشاكل. مش في لا قالوا لها عادي، قلت لها 1% ان انت تجيب طفل عنده داون سيندروم. لا انا بقى 99% ان البيبي مش هيبقى داون سيندروم. ما انا مش هتدخل هي الاوفيس اقول لها انت ادفانسد ماتيرنال ايج عشان عندك 40 سنه وهيجيلك السكر وهيجيلك هايبر تنشن ولازم اعمل لك ايكو عشان انت اوبيز. وايه خدي بالك ان اساسا الريسك بتاعتك للداون سيندروم حوالي 1/20 فما تروح تبقى نفسها احسن. ما ينفعش يعني هتبقى 90% وليها واقعه احسن على البيشنت ذان 10%. فاحنا بندي ده لو انت هي اكتر اقل من 40 سنه بنقول لها 1%. امبارك. طب ليه حد 40 سنه؟ 1%؟ انت غلطت ده. لان بعد 40 سنه الريسك دي اكتر. لازم اديها رقم الاكل. صح كده؟ طب لو هي عندها ترانسلوكيشن دي قصه ثانيه بقى توصل 10%. لان ده معرضه انها تجيب مور فريكوينت بيبيز ويز داون سيندروم. اهو احنا كنا بنتكلم في سن كام؟ 44 1/24 45 اكشلي 1/20. بس المشكله ان معظمهم بيبقى اقل من 35 لان ده عارفين طبعا حضرتكوا ده الايج اوف ريبرودكشن. التشانس ان واحده عندها 30 45 سنه جيت بريجننت ماتش ماتش هاير من التشانس ده واحده عندها 45 سنه جيت بريجننت جيت بيبوز داون سيندروم. اوكي؟ هم بقوا عاملين حسابهم طبعا بس انا ما بعملش الكلام ده ان هي عارفه وعندها مشكله ثانيه فالايج دونيشن از فيري كومن ان ذا ويسترن كالتشرز. اوكي؟ احنا قلنا ده وقلنا ده. طيب الامريكان كوليدج قالت لنا in 2007 ان انت your job is to offer amniocentesis or CDS to any patient regardless of the risk and the patient has the right to say yes or no. With the law, I'm going to do it. When you do it, I'm going to do it. The lead in the diagnostic test is most accurate. In the screening, I can learn about it. In screening, the chemicals that are made in the placenta, we assess the risk. We put the risk with ultrasound, with the transurgency, we put the risk with age, اجمعهم على بعض وكانت يعني حطوا عليهم السوفت تيشو ماركر وعملوا سوفت وير شورت هيومرس شورت فيمر الكوتشينيك فوكس كرويد بليكس اسيست رينا بايكتيزيا وغيروا الترم ده والكوتشينيك باول وفي الاخر عمل ادجستد ريسك. طب اول ما الان اي تي تي سيلف دي ان اي طلع الحاجات دي لاست الافر فبقاش خلاص ايه احنا هعمل ايه الاي بي تي. ده بقى المصطلح الفيري كومن دلوقتي ان الاي بي تي ريبليسنج البايوكيميكال سكريننج. بس الاي بي تي او اي سكريننج تيست اوبشن مفيش حاجه اسمها لازم تعمل كذا. في احنا وي اوفر يو وانت قولي يس اور نو لكن لما هتوافقي هتعرفي ان ده سكريننج تيست يعني النتائج بتاعته مالها؟ حد يتكلم الله يخليكم. ده ايه تبقى؟ او سيلف انا بخاف من ايه من اي سكرين تيست؟ فولس بوزيتيف. فولس بوزيتيف ريت هو اللي بيخوفني فلازم تبقى عارفه انها نوت تو جيت شوك لو التست ريزلتس كيم باك بوزيتيف. تتحمل ده بعد ما توافق. واهو لازم ان البيبي افكتد بس انا محتاج ان انا اخد ستيب فردر واعمل دايجنوستس. طيب ما ينفعش اعمل ديسيجن على سكرينينج تيست. عملت بايوكيميكال سكرينينج حتى لو الريسك بتاعت داون سيندروم 1/10 اقول لها خلي بالك الريسك بتاعتك عاليه جدا وفي ناس ممكن تعمل ترمينيشن وهي بتحبها. هي مش معناها ان البيبي عنده داون سيندروم. والموست كومن كوز اوف فولس بوزيتيف ريزلتس اوف بايوكيميكال سكرينينج از الحمد لله وده رونج ديتنج. اي مخلوق على وقت الكوره يعني عندها اكس اكس كروموزوم حامل من حقها انها تعمل ترمينيشن ريجارد ريجستيشنال ايج ان تو ستيتس ان يونايتد ستيتس. ان ذا ريست اوف ستيتس لحد 24 بعد كده ايه؟ هنا انا هفوت هو هي لو عايز تعمل ترمينيشن هتحتاج سكرينينج تيست
يعني في ناس فعلا. بس بص عندنا الموضوع ده شائك جدا جدا جدا، واتعلمت ان مفيش اختلاف في الاثنين باك جراوند ولا الريليجن. بس الفكره ايه؟ انتو منتس هي المنية وشفتها، والحمد لله كنت انا بتكلم عربي زيها متدهيرة، والبيبي داون سيندروم انا كونفيرمد بالاميوسينثيزيس 22 اسبوع، وللاسف كانت ميشيغان ستيت ان هي هتدفع اوت اوف باكت عشان هما فيري ستريكت، فما بي الانشورنس مش بيسبورت الترمينيشن. انا هقول لها يعني ايه عيانتي اللي حضرتك هتقول لي ايه؟ ما لما انا قلت لها خلاص خلاص كلنا الحقيقه والمنديل والدموع، وبدات هي ابزوربت الشوك وبدات تعرف بعد كده الخطوه الجايه. سؤالها الطبيعي واتس نكست؟ رايت؟ هنعمل ايه؟ حضرتك هتقول لها ايه؟ يبقى انا كده عارفه ان حضرتك اسمها ايه؟ حضرتك بتعمل ايه ده؟ اسمه unconscious bias. ان انا حطيت my feelings في البوزيشن وانا بكونسل العيان. الصح ايه بقى؟ انا المتدين على فكره، يعني مش ما بعملش ترمينيشن وما بعملش اي حاجه غلط. بس بقول ايه؟ some women when they receive these test results either do nothing, they just would like to know because they're very anxious, or they terminate the pregnancy and the earlier the better, or they continue to term and offer the baby for adoption. Where you see yourself? وبسكت وسيب تتكلم. ده واحد بحط my beliefs and my bias aside. ده واحد. اثنين بس انا physician. يعني هي عندها ثلاثة اليمنية، اثنين بهيرنج لوس، واحد برينا الفيلير ورينا الترانسبلانت. برضه مش شغلي ان انا اديها قرار. بس اقول لها طيب الزوج فين؟ ممكن يتكلم. طيب انت عايزه بقى تتناقش مع اهلي، مين فين الفاميلي سبورت بتاعك؟ اجيب السوشيال وركر يتكلم معاها. وقالت لك راحت قالت لا، وبعدين خلاص بدي اعمل ايه انا بقى الخطوه الجايه؟ قالت لا. مين اللي هكمل؟ لا هكمل كملت الحمل. بعد اسبوع جت مش عايزه اكمل الحمل. انا رد فعلي ايه؟ انا تحت امرك، ده شغلي انا، هو ده اللي انا اتعلمته، ان احنا بنخدم البيشنت. نظير مادي مش نظير مادي، بس هو ده اللي حصل. الاسبوع اللي قبليه باي ذا واي اديتها البامفلتس للداون سندروم سبورت جروب عشان تبقى عارفه هي هتتوقع ايه لما البيبي يتولد. هل البيبي ده هيروح مدرسه؟ هل البيبي ده هيسمع؟ هل البيبي ده عنده نظر؟ نظره كويس؟ هيعمل عمليات في الهارت؟ طب لما يعمل عمليات في الهارت هي اللي هتروح مستشفى مين اللي هياخد باله من العيال؟ وجوزها اوت اوف بيكتشر. خلاص؟ طيب جت قالت يس عايز اعمل ترمينيشن، في لمح البصر الكونسلر خلصوا لها البيبر وورك، راحت المستشفى حطت ديبوزيت determination out of pocket. طلعت الأوضة عملت ايه؟ روحت. وجت بعديها بعد 24 اسبوع خلاص بتكمل الحمل عادي. وانا very welcoming whatever she decides. It's her right. It's not my business at all. في واحدة تانية اساسا ما تبصلكش، مش هتبصلك، هتروح. Do you have the number for the abortion clinic? No. The nurse is gonna give you the number. خلاص دي ناس ودي ناس ودي ناس كلنا مختلفين. انا وظيفتي ايه؟ ادي clear information، ادي decision it's not up to my job، واعتقد it's none of our business. بس لازم عندي integrity، يعني اللي بعمله مع كل عيانة اعمله مع كل عيانة وابقى transparent. وفي حاجه برضه عشان ما ابقاش biased، ان في الكونسلنج ساعات تبقى directed بناء على ايه؟ هي مش عارفه، فانا اديها more information. هي بتقول لك يعني ايه داون سندروم؟ هي مش عارفه يعني ايه، متوقعه ان عيان بس شكله هيبقى معين. لا انت تقول لها ممكن يجي له الكيمياء وممكن يجي له كونجنتال هارت اتاك سيرينال تيومر بلوك 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 بلوك. اديها الليسته، قالت مش هقدر اديها، اديها سبورت جروب. تكلم ام عندها ولد عنده داون سندروم او بنت عندها داون سندروم، هتجيب مور انفورميشن. اي هاف تو ران. طيب المترنال سيلف ريدنج ميل موجود في كل الكونتريز دي على فكره، فيري افيلبل، واحنا ون اوف ذيم. اوكي؟ والدكاتره اللي في ليبيا وموجود في ليبيا.
طبعا هو مش موجود عشان هو فيري جود تيست، هو موجود عشان البيزنس ده حوالي 1.3 بليون دولار ده سنه من 7 سنين. النمبر ده دلوقتي بقى تربل. البرنسبل ده سنترال او انت بتبصي لي انا اتاخرت؟ لا عادي. ده بلاسنتا، دي فيلاي بلاسنتا فيها الاف من الفيلاي. الكور ده بيور فيتال سيلز جاي من الانر سيلز. التروفوبلاست اللي بره دي جايه من التروفوبكتودرم، يعني هي مش جايه من الفيتس اتسلف. دي زي اي حاجه في الدنيا، نيكروتيك سيلز بتطلع السيركوليشن يحصل لها ابوبتوزس، بتريليس دي ان ايه. الدي ان ايه ده جاي منين؟ لا سوري، هو swimming it's a pool of DNA of both the mother maternal and fetus. ما اقدرش اقول fetus. We should never say fetus. It's cytotrophoblast. It's from the placenta. It's a placental DNA which in 10% will not represent the actual fetus because of mosaicism. عشان كده عمر التست ما هو diagnostic test. It's a screening test. تمام؟ فأنا السيلز جاية من التروفوبلاست. لو السيلز دي جاية من الانر كور، مثل كمان كور هقول عليها دي فيتال سيلز. هي تروفوبلاستيك دي ان ايه. وده 8 أسابيع. يس. أيوة حد يسأل. هو الدياجنوستيك تيست ده ليه كريتيريا والسكرين ليه كريتيريا. الانوسنتيزس دياجنوستيك تيست عشان السيلز دي جايه من الانيوم والانيوم او من السوالن جي اي ريسبيرتوري سيستم، ودول من الانر سيلز اللي هي بريزنت الفيتس اتسلف. وانا باي دايركت فيجواليزيشن بشوف الكروزومز، ده دياجنوستيك تيست. بقيس الجلوكوز، مفيش حاجه ثانيه في البلاد اقدر اعملها مش شايفها بالجلوكوز، ده دياجنوستيك تيست ليه كريتيريا. سكرين انا باخد السيتوتروفوبلاست دي as a surrogate to represent the fetal genome. It's not actually the fetal genome itself. وصلت؟ ده سبب. في اسباب تانية جاي؟ ادي واحد. بيختفي من الدم بعد سنتين. مش مهم ده؟ معلش محمد. هو في نوعين من الـ NGS بيتعمل بيهم وبيتعمل بالمايكرو اري از ويل. بس مش هنقول الكلام ده. ده اهم سلايد في المحاضرة كلها. الناس كانت تحت الامبريشن ان ببعت البلاد سامبل لللاب، فاللاب بيطلع 2 تيوب، واحده فيها الماتيرنال دي ان ايه والفيتال دي ان ايه، وده امباصل. انا مش بفصل الماتيرنال عن الفيتال دي ان ايه ان كواليتيتيف مانر. اللي انا بعمله ان انا بكاونت ذا فراجمنت. ده نون بريجننت فيميل نورمال كاريوتايبنج will be as a reference for chromosome 21. فهمت؟ دي sorry, this is normal pregnant female with karyotyping fetus of normal karyotyping. يعني ده الستاندرد. الاثنين مع بعض بس انا مش شايف مين من مين، بس انا عارف عدد البلوكس دي، كل بلوك بيبريزنت سيجمنت من chromosome 21. طيب لو البلوك سامبل اللي جات لك زي ده يبقى ده normal. يعني الستاندرد نورم. طيب لو لقيت في اكسترا سيجمنتس يبقى ده ايه؟ يعني معناه ايه الاب نورمال؟ جاي من ال اكسترا مان. تمام؟ ثيوريتيكالي سبيكينج احتمالاتها ايه؟ ممكن تبقى ماتيرنال وممكن تبقى بس مين الكومن؟ عشان الام ايه؟ سليمه. اسيومنج الناس دي انها تبقى مزعج دي قصه ثانيه. بس يبقى عشان كده ده screening test، ان انا باخد indirect evidence عشان diagnosis. اللي يهمكم بقى ان هم عشان يقولوا ان السامبل دي او التست results should be trusted، اول سؤال اول ما يجي لك الريبورت بتاع السامبل دي ايه؟ الفيتا فراكشن كام؟ هي الفيتا فراكشن ده اللي هو بيقسم الاسرع. هو ما بيفصلش، هو ما بيفصلش برضه، هو بيستخدم الجوريثم عشان يحسب الاكسس ده
ويقارنوا بالريفرنس وليهم statistical analysis يقول لك الفيتال فراكشن لكن ما يكونش الكلام هو السؤال فيتال فراكشن كام؟ فوق 4% انا هبدأ اترست the results اقل من 4% هعيد التست ده في بقى هما بيتزاكوا وفي منهم ما بيربطش الفيتال فراكشن فاحنا لازم نسأل على الفيتال فراكشن طيب الفيتال فراكشن اقل من 4% هيديني فولس نيجاتيف يعني مفيش اساسا دي ان ايه مفيش سيجمنتس بلو فبالتالي هيبقى له ريفرنس هو ايه نيجاتيف نيجاتيف هل هو ترو نيجاتيف هل هو نتيجه لو فيتال فراكشن الفيتال فراكشن ده بيزيد بيقل سوري مع الماتيريال بي ام اي يعني الاوبيز بيشنت تاخد بالك من السيلف ريدي ان ايه ان الابوبتوسس في الفات سيلز عالي فالcontribution of the maternal component of the genome بيبقى عالي فبيدلute او بينيترالايزي الفيتال فراكشن فما بيطلعش لان كمية الدي ان ايه اللي جاي من المذر عالية جدا اكتر من الستاندرد بيبقى عندهم فلويد كتير فبيعمل دايلوشن الجستيشنال ايج قبل 8 اسابيع ما بيبقاش فيه فيتال فراكشن ريبورتبل كويس ان انا تراست ريزلتس التايب اوف انيبلويد يعني ايه؟ يعني بعض الانيبلويد انا اعرف ان الطبيعي انا عندي ريت استاندرد ريت اوف ابوبتوسس للبلاسينتا اكلت في الابنورمال بلاسنتيشن لو في انيبلويدي الريت اوف ابوبتوسس مختلف عشان كده انت بعض ليه حالات التراسيو التين بالذات بيجي لهم growth restriction لان البلاسنتيشن is abnormal هما عندهم growth potential problem as well لكن الابنورمال بلاسنتيشن ابنورمال ابوبتوسس ابنورمال ريليس اوف سيلف فري دي ان اي ابنورمال فيتال فراكشن دو نوت تراست ذا ريزلت ريبيت ذا تيست عملت ريبيت للتيست وطلع لك ابنورمال فيتال فراكشن وهي مش اوبيزا فكر في ايه؟ تعرف الوعي يبقى هتوفر ايه؟ دايجنوستيك تيست وهنا الجايدد كونسلنج اللي بقول لك عليه يا سلام لو انت عملت اوتر ساوند ولقيت عندك سوفت تيشو ماركرز او عندك انوماري يبقى انا كده دايركتنج على diagnostic test إلا she doesn't care فأنا بسأل الأول by the way if it happens and your baby would be affected with Down syndrome وبأخذ دوز وبقول لها I don't mean that your baby has Down syndrome yet what are we gonna do قالت مش عامل termination هعمل هيبقى التست فايدته ايه لو عملت amniocentesis دلوقتي ما انا عارف وشاكك وعندي وحاسسهم ان هو داون سيندروم وحفلوا اب واي افتر ساوند خالص تمام التوينز المفروض التوينز يدوني فيتا فراكشن اكتر وانا هتكلم على ده بسرعه الابوبتوسس واللارجر فوليوم لما دول شركات مختلفه بتغطي كروموزومز مختلفه فانت لما تطلب التست اتاكد ان هو بيغطي الاكس كروموزوم كمان عشان نوت تو مس الترنر في منهم مش بيغطي وتشوف الكوست ده قديم ده الكوست دلوقتي هنا في مصر 6000 7000 حاجه كده النو كور ريت اللي هو الفيتال فراكشن اقل من 4% كان مفيش نتيجه اقدر اعملها ريبورتنج يهمك طبعا لما تطلب بالتست انك تطلب تقول لهم هو النو كور ريت بتاعته كام يعني مثلا دول 5 و4 5 و8 3 و4 يعني كلهم في رينج واحد في حاجات اعلى وده بيرجع للتكنيك طيب التست اعرف الفولس بوزيتيف من كل 410 سامبل في الشركه دي في سامبل هتبقى فولس بوزيتيف دي حاجه رائعه ده يعني ده فيري لو فولس بوزيتيف بس دي اكتر غريبه قوي يبقى دول احسن دول احسن تقريبا لو فولس بوزيتيف هو فولس بوزيتيف ريت حاجه ايه مشكلة؟ ده كانت مشكلة كم كاليستر واحد هيزود الشانس ان انا اوفر دياجنوستيك تيست اثنين مين قال لك صح كده ده مش مهم دياجنوستيك بس انا بحط نفسي ان هرشو اول ما تشوف التست هاي ريسك في ناس مش متخيلة بالذات الانتليجنت ايديوكيتد هي جاتين شوك فانا لما اختار تيست اختار احسن والفروت نيجاتيف على اون ذا اذر سايد اوف ذا كوين باد تو
اللي بيخليك اشورت فولسي اشورت. فعشان كده خلاص في دين تكس was good very good low false positive بيحصلون preferential allocation. لو جت هنا يبقى الفيتس هيبقى بيور فيتا، يبقى ان اي بي تي هيبقى فولس بوزيتيف ولا فولس نيجاتيف؟ ممكن تسكت عشان انت ما شاء الله عليك، فهيبقى فولس نيجاتيف. طب وهنا فولس بوزيتيف ولا فولس نيجاتيف ولا ترو ريزولت؟ يعني مين موافق ان احنا العيال دي نعملها؟ نفس القصه في برضه نفس الصوره داخل نفس الطن تحت 15 اسبوع يعني ترو ريبريزنتيشن اوف ده ترو. هو انا عرفت ازاي ان هو فوق يعني ايه؟ ان البيبي اتولد مش اسف ده كويس ليها للاسف مش لا انت اي بوزيتيف تيست اي بوزيتيف تيست يا دكتور اي بوزيتيف تيست لازم تكونسل فور دايجنوستيك تيست. انا خلاص التيست جالك في الاوفيس بوزيتيف ريزلت وانت هتوفر هير دايجنوستيك تيست عايز سامبل هتاخدها من بلاسنتا ولا تاخدها من avoid CVS in self-read DNA. إن هما جايين من نفس السورس. يعني don't even consider بيعملوه عشان بس ما بقاش بيعملوا CVS. بيقول إن الكونفايند بالسنتر موزايسيسم بيبقى موجود في 1-2%. يعني أنا عندي 98% تشانس إن ده تبقى ترو بوزيتيف. بس هو الصح يتعمل أنوسيتيز. يس اجي اقول ها لا احنا بنعمل من 10 سنين لحد فوق ثيرد. السي بي اس من 11 ل 13 مش ولا قبل 11 بس هما بيقولوا 11 ل 13 بس السي بي اس من 11 لفوق 10 لا يعني 10 فوق. كل ما تبدل كل ما تعمل دايجنوستس كل ما الترمينيشن كان ايزي دي فاكت ده ما بس ده قليل مش ده السيناريو. It's a good negative test. You can't trust negative result. When you get positive result, you must confirm. هو ده القاعدة. Okay. Okay. ازاي هذا؟ ده زريز. أبدأ بيه. عندك تكنولوجي وهاي ريسك. احنا بيتعمل الهاي ريسك جيبه اون بس في اكسبشن ابدا بيه من بعد 10 اسابيع شايف الدكتور طيب او عملت بايو كيميكال وطلع هاي وهي مش عايزه تعمل اميسوتيزيس او عامل الاي بي دي لو طلع هاي غالبا اثنين سكرينينج بوزيتيف غالبا هيبقى فيري لايكلي هاير تشانس ان الدايجنوستس يبقى داون سيندروم. ما عملتش اي سكرينينج بس بتعمل اوتو ساوند في ايري كانال انا شايف داون سيندروم اعمله قبل ما اعمل الامن فور دايجنوستس. اللي بيحصل اللي بعمل سكرين بيجي لي ريزلتس باوفر دايجنوستيك تيست بيجي لي ريزلتس باخد ديسيجنز ما قلتش ترمينيشن ده ان اي بي تي عملت سكرين بايو كيميكال ده كان زمان بيتعمل بايو كيميكال وما زال بعض الناس مش بتحب تسجل بايو كيميكال ريزلتس سيلف صاحبتك 40 سنه فيني ممكن يبقى داون سيندروم مش عايز اعمل ايه ممكن اعمل لها سيلف ريد. الفرق ما بينهم مهم قوي الفولس بوزيتيف هنا هاي هنا فيري فيري لو هنا عشان الفولس بوزيتيف ريت هاي مور انفيزيف بروسيجرز هنا عشان فيري لو بقى لس انفيزيف بروسيجر. الفيلير ريت ثيوريتيكلي مفيش فيلير ريت الا اذا كان الماشين مش قادر يشوف البايوكيميكال. مش مهم ده الكونسلنج هنا كومبلكس عشان دول مالتيبل ماركرز ده فيري ايزي اكسلنت سكريننج ده اللي بنقوله اكسلنت هاي ريسك بريجننت وومن
at risk of fetal anabolism, singleton, sensitivity, and what's the predictive value. لو قررنا في الاثنين بسرعة ده 5% في ده شاسع ده out of 200 فعلا عمل identification ل 160 يعني بقى كما كان بيستيل لما بزود حاجات فيه ازود الميوكو ترانسلوسنسي واعمل واحد سمي في first trimester و second trimester اسمه integrated او sequential بيزود لي ده بيوصل ممكن الرقم ده يوصل ل 180-185 بس ده 198 سكرينينج ده مفيش حد هيكمبيت مع تيست زي ده اني اذر باي كيميكال ماركر دي بقى اللي تهمك البوست بريدكتيف فاليو 3.149 هنا بقى بنتكلم عشان كده هقول هيجي يعرض عليك التيست يقول لك سنسيتيفيتي سبيسيفيستي دي البوست بريدكتيف فاليو اللي هي ايه؟ اجيت انتو طيب ترو تيست ريزلتس خلاص هصدقها لو نيجاتيف خلاص نيجاتيف هاشور البيشنت صراحه الا اذا كان عندي حاجه ثانيه بتشككني ان التست غلط طيب فولس نيجاتيف فولس بوزيتيف نون ريبورتبل نون ريبورتبل نو كود هعيده طلع نو كود ثاني هاوفر امنيوسيفيسس انا هبقى كده الاندكس اوف سسبشن ان ده ترايزومي 13.1 از فيري هاي طيب ال قبل بقى دي بقى اهم سلايد في المحاضره اللي هو لما يجي لك الريبورت انا بسال نفسي كده هي العينه دي كانت هاي ريسك ولا لو ريسك ليه لان البوست بريدكتيف فاليو اوف ذا تيست في اللو ريسك اقل بكتير من الهاي ريسك طب هما بيسوقوا على مين على اللو ريسك ازاي لا تتخيل دايركت كاستمر كونتاكت يعني بيكون كونتاكت العين بريجننت وومن وبيوفر دم التست. As if كويس ومش وحش ويمكن يبقى فاليديتد بس هقول لكم هو مستحيل يبقى فاليديتد ليه. تاني حاجة هل فعلا التست ده هو التست المضبوط اللي انا طالبه؟ يعني انا عندي كاردياك ماس وشكك في تيوبرس سكلروزس. طب انا ليه عندي كده تطلع نيجاتيف؟ انا هطلبه ليه؟ يبقى ده هل التست فعلا مطلوب للانديكيشن الصح؟ انما 40 سنة وايدي كانال ولا ايكو جيلي دي حاجة ده. أكثر من 4% يس والعيال مش بيز مش بيز طب 4.2 وطلع نيجاتيف وزنها 350 كيلو أعيده طبعا لا ينصح إن أنا أعمل لها أنجيو لأن مفيش نيدل هتعدي بسهولة توصل للكلام ده التايب أوف أنيبولويدي اللي طالع ماتشي طلع 21 طلع تردر وعند سيستة كارنومة هذا البوست بريدكتيف فاليو أجستد ده مور سوفيستيكيتد على النكشة بتاعت النهاردة بس هم بيديك بوست بريدكتيف فاليو تقولها للبيشنت أنا بستخدم ويب سايت تاني عشان أجست البوست بريدكتيف فاليو ده مش مجالنا ومفيش داعي ده بقى الإيكوك نشرت الصور دي البانفليتس للبوبوليشن مش للتكافل قالت لها انت لو هاي ريسك لو التست بوزيتيف البوزيتيف بريدكتيف فاليو 83% معناها ايه؟ معناه من كل 100 سيده 3 بوزيتيف ريزلت 83 بعد الكونفرميشن هيبقى البيبي عنده داون سندروم و17 مش هيبقى عندهم داون سندروم طب لو انت لو ريسك من كل 100 سيده التست بيطلع بوزيتيف 33 بس هما اللي هيبقى عندهم داون سندروم عشان كده بقول لك البوزيتيف بريدكتيف فاليو هي اهم من السنسيتيفيتي بس لا عشان احقاق للحق يعني بص النيجاتيف بريدكتيف فاليو في الناحيتين يعني اتس جود نيجاتيف تست في اللو وفي الهاي بوبوليشن هاي ريسك بوبوليشن طب نبص هنا هو ايه اللي بيأثر على البوست بريدكتيف فاليو؟ ليه 1.33 و1.83؟ يعني قلنا السنسيتيفيتي از كاركترستيك اوف ذا تيست. البوست بريدكتيف فاليو از ريليتد تو ذا بريفالنس اوف ذا ديزيز. كتير ان يبقى عندي داون سندروم في الايدج جروب دي عشان كده البوست بريدكتيف فاليو لو بس اتس مور كومن هنا ان يبقى عندي
cases of Down syndrome, فبالتالي البوست بريدكتيف فاليو عالي. الفولس بوست ممكن يجي لو في حالتين شفتهم للاسف الشديد. واحده طلع بوزيتيف المعمل نفسه اتصل وقال لك في حاجه غلط. في سيجنالز مش طبيعيه طلع عندها هيباتوسيلا كارسينوما. يعتقد ان هيباتوسيلا كارسينوما من السيلفي دي ايه؟ ابوبتوسس ريليس اوف انيبوليك كانسر جينوم انتو ذا سيركيوليشن. كويس؟ الموزايك ممكن الام نفسها تبقى موزايك تيرنال مش عارفه. اوكي؟ الميتاستاتيك ديزيز الفانيشن كود توين ده مهم قوي. انا ما جبت سيرت توينز خالص بس ده التست ده للسينجلتون توينز. وبرده الخدعه ان ممكن يجي لك في الاوفيس بيشنت عند 14 اسبوع وتقول لك ان هي بريجننت وتطلب لها سيلف دي ان ايه وتجيب لك الالترا ساوند تطلع كانت توينز دلوقتي يعني في واحد منهم فانيش. فانا مش عارف بقى اللي فانيش ده كان داون سندروم والبلاسينتا بتاعته هي اللي ريليست الدي ان ايه واداني التست بوست ولا اللي موجود هو اللي داون سندروم. عشان كده لا يفضل انه يتعمل في الفانيش. الشركات تعمل ايه؟ استنى 10 ويكس ونعيد تاني. طب انا هعمل دايجنوستيك. اني واي لاب ايرور عشان كده هو سكرينينج تست. طب فولس نيجاتيف البلاسينتا موزايسيس لا الفيتال موزايسيس والبلاسينتا كلير ما فيهاش انابوليك سيل لاين عشان كده برضه هو سكرينينج تيست. الانديكيشنز والريكومنديشن هما ده انا ما حطيتش الانديكيشنز بتاعتي انا حطيت النون انديكيشنز ما نطلب لان ده single gene has nothing to do with IBD. يبقى لما الاقي complex skeletal display واطلب ان IBD it's a crime. انا بعتقد كده. اثنين triplet the twins بيعملوا مجازر. triplet ده هو الدي ان ده كان انهي واحد. خلاص؟ vanished twin لو انا عارف اللي الانوميليز دي could not be diagnosed by NIBD. طيب خلاص بقى في standard guidelines higher risk it's a screening test. Never do make decision based on the screening test. Diagnostic test should be offered. You could use it in twins, بس مش في guidelines. اللي احنا بنستخدمه في twins. في twins. يعني التست جاب بوزيتيف. تعتمد على soft tissue marker. Ultrasound findings. لا في سؤال قبل كده. في سؤال قبل مين الان؟ صح كده؟ السؤال اللي قبليه اني نوع هل هو مونو داي؟ ولا داي داي؟ بس السؤال هو phrased in a practical way بس scientific way المفروض اقول ايه؟ هل هو مونو زيجاتيك؟ ولا داي زيجاتيك؟ فانا بستغل الكولونوسيتي البلاسينتا as a surrogate for the zygosity. طيب لو هو مونو خلاص مونو كرونيك يعني معناه ان هم مونو زيجاتيك يعني وان نيدل بانكشر اند نيو سينثيسيس لاف. طب هم داي داي تو بانكشر في تو ساكس صح كده. طيب ما هنا الامنيتيك فلويد يلو الامنيتيك فلويد يلو وهي اوبي شويه فمستغرب هاخد من ساك صح كده؟ وقبل ما اشيل النيدل هحق الضاعي اندوبوكارديال وادخل في الساك الثاني هو طلع لي ازرق يبقى انا في الساك الاولاني. المصنع اللي بيعمل الضاعي بطل ينتج لمده سنه. هنبطل شغل دكتور اشرف؟ مستحيل طبعا. بنحكي ايه؟ فبتلاقي الساك بقت كومبليتلي وايت لان بيتبان اندر اوتر ساوند سكرين ما بتشوفش البيبي بتشوف الدنيا كلها بيضاء بتحط النيدل في الساك الثانيه لازم تشوف النيدل كلير خلاص كده وبتبعت تو سامبلز عشان تتاكد ان الاثنين ما فيهمش واحد منهم داون سندروم. خطوه كده طب لو واحد داون سندروم هتعمل ايه؟ صح كده؟ صح؟ هتعمل ايه؟
لا يعني واحد عشان كده لازم امارك. انا مين ويا ريت ابقى مارك بحاجه بيرمننت في الاوتو ساوند فايندينجز مش اي او بي. اي او بي ما هيغيروا البوزيشن ليه؟ لان في اوبشن اسمه كي سي ال انجكشن. فانت لو انت الانلوكي وان وعملت الامن هتنشد الاثنين هتنجكت فين؟ في السليم. وهي هتولد مين؟ انت هتروح فين؟ خلاص؟ طيب هو دي الانديكيشنز. ماتيرنال ايج 35 years or older فيل فور اولتراساوند فايندينجز حاجه بتسجلت سواء سوفت تيشو ماركر يعني اي واحده فوق 35 حتى لو من غير ماركرز. التست ده انشورنس ويل بي بيكوز شي از هاي ريسك. لو في فيل فور اولتراساوند فايندينجز انديكيتنج انكريز ريسك اوف اني بوينت سوفت تيشو ماركرز او فايندينجز. لو عندك بيبي قبل كده داون سيندروم او اي ترايسوم لان الريسك بتاعتها هتبقى مثلا راسها، لكن اي حاجه ثانيه هو مش هيقول لي عليها ولا مايكرو ديليشن مايكرو ديبليكيشن ولا كروموزوم ابنورماليتيز اذر ذان ذا 3 اور 4 كروموزومز ام تيستنج. خلاص كده اوفر انفيسيف وما بنعملش ديسيجنز بيست على السيلف ريتيم. Screening for fetal aneuploidy وإن المفروض أهو قالوا هو إن الأوبشنز ده of no testing طول يعني هو أنا مش لازم عشان التست أنا شايف البوست بجد الفاليو بتاعته عالية وهي عندها 38 سنة أنكارج هير. لا أنا أسألها الأول إيه الكونسبت بتاعها للسكرينينج؟ مش عايزة سكرينينج مش هتبقى سيرة السيرة دي إيه أصلا؟ وإيه نسبته؟ يمكن كده أنا بايز وبفورس هير ان هي مش هتعرف تجيب الانفورميشن اللي انا هوصلها بعد التست ريزلتس. لسه البايوكيميكال هو الستاندرد لان هو ده اللي فاليديتد في سنجلتون والتوينز. هو مش كده برضه كارت بس ده عشان ده فيري تشيب. مفيش ديسيجنز تبقى بيست على ريزلتس لازم خلي بالنا من البوست كمان. ايه تاني؟ اهو ما بيعملش هو تكنولوجي خلي بالك برضه عشان نبقى واضحين عشان محدش يقول ان انا ما قلتش. التكنولوجي دي انا بشوف فيها ال RH genome of the fetus in the maternal blood. انا بشوف بيها certain micro deletion micro duplication from the apoptotic trophoblast. ممكن اشوف بيها some single gene disorders in the maternal circulation بس none of these is validated. بيقولوا ان احنا ممكن نشوف الديجورج 22 كيو ديليشن بس برضه بوست بريدكتيف فاليو قد ايه؟ حد يجيس كده؟ للنون انفيزيف تيست عشان نديتكت فيتال ديجورج من الماتيرنال سيركوليشن. البوست بريدكتيف فاليو حوالي مش عارف 4% يعني من كل 100 ريزلتس 96 غلط. عشان كده هما بيحاولوا يدخلوا التكنولوجي بس لسه ليميتد. بس هو قلل عدد السي بي اس والانيوز بدرجه غير عاديه عشان قلل فولس بوزيتيف ريت وبالتالي بقى جود نيجاتيف تيست فانا مش محتاج اعمل كونفرميشن باي ا دايجنوستيك تيست. ودي مش مهم. ثانك يو. اني كويستشنز؟